من أخيرة السودان الدولية وزاوية على الشرفة مع الكاتب والصحفي الطاهر المعتصم التي عنوانها اليوم بقوله حكومة الحركات. بدأ طاهر زاويته بالقول من نافلة القول أن حكومة الأمر الواقع منذ 25 من أكتوبر الماضي هي حكومة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا، والعالمون ببواطن الأمور يدركون أن رئيس الوزراء المستقيل دكتور عبد الله حمدوك من ضمن أسباب استقالته فشله في تكوين حكومة تكنوقراط بسبب تمسك الحركات المسلحة بمقاعدها السبعة ورفضها إفساح المجال لحكومة كفاءات مستقلة، الأمر الذي رفضوه من شركائهم المدنيين والحرية والتغيير. لكن ما يهمنا هو تقييم أداء هذه الحكومة بعد أكثر من 100 يوم. أغلب المؤشرات توضح تعثر هذه الحكومة من ناحية سياسية، فمواكب الاحتجاجات السلمية استمرت طيلة هذه الفترة في الخرطوم والولايات المختلفة، وعدد الذين ارتقت أرواحهم وسالت دماؤهم قرابة 80 شهيداً وشهيدة، والعديد من المصابين والمعتقلين والمقبوض عليهم. يشير الكاتب هنا من ناحية أمنية كثرت ظاهرة التفلتات الأمنية من بلاغات مهاجمة محطات وقود أو نهب مواطنين وسرقة هواتفهم الجوالة. فقد أحصيت 3 من الزملاء تعرضوا لهذه السرقة ولم يسلم معسكر يوناميد في الفاشر من الأمر ذاته، كما شهدنا عودة ما يعرف بتسعة طويلة. اقتصاديا ازدادت معاناة المواطنين بسبب الفشل في استقطاب دعم دولي أو استثمار خارجي، واضطرت الحكومة إلى الاعتماد على موارد محلية مع ازدياد بنود الصرف على السلام وعلى الأمن بسبب الاحتجاجات المستمرة. الملمح الأبرز هنا حالة التوهان والارتباك التي صاحبها فشل في اتخاذ القرار لأزمة قصور إعلامي، فموازنة العام لم يتم طرح مؤشراتها للنقاش من قبل الخبراء، بل تم التكتم عليها ليستيقظ المواطنون صبيحة عيد الاستقلال ويجدون أسعار الكهرباء تضاعفت لتبدأ الاحتجاجات في شمال السودان وتتوسع. تم التجميد للقطاع الزراعي حتى آخر شهر إبريل، الوقود أيضا لم تتوقف أسعاره عن الارتفاع حتى صباح أمس، وفي بدعة مخالفة للدستور طالعت فرض مبلغ 2 جنيه على كل لتر لصالح وزارة بولاية الخرطوم. غاز الطهي تمت زيادته قبل فترة قليلة، أول أمس تمت زيادته مرة أخرى ليتم التراجع مساء نفس اليوم. أسعار الخدمات الطبية في المشافي الحكومية زادت زيادات مهولة، وأول أمس تم تجميدها لأسبوعين. ماذا سيحدث بعد أسبوعين؟ لا أحد يعلم. ختم زاويته بالقول آخر قولي إن المواطن قد صبر وتحمل، لكن زاد الأمر عن حده وتعاظمت الجبايات عليه، واضطر أن يتحمل خلافات العسكريين والمدنيين والحركات المسلحة. لكن استمرار هذا الأداء المرتبك من حكومة الحركات سيتسبب فيما لا تحمد عقباه. وهل نقالوا الخيط بينقطع حرقيه.